ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايه لكم بالمشتريات بتاعتي اللي انا اشتريتها من السوق، اللي عملت لكم جوله وصورته معاكم. عايزه اقول لكم ان انا جبت من هناك شويه علافه بقى وحاجات، بس انا ما بروحش على طول، يعني فين وفين لما بروح. عايزه بقى اوريكم واوريكم الاسعار كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، اول حاجه انا جبت نص كيلو دورة فشار، نص كيلو دورة فشار، النص كيلو ب6 جنيه. وجبت اللهم صل على النبي فول مدشوش، جبت النص كيلو ب5 جنيه. وجبت عدس بجبة النص كيلو ب6 جنيه، كيلو ب12 جنيه، اهو زي الفل ما شاء الله عليه. وجبت من هناك حمص الشام الكيلو بلدي اهو، بصوا بصوا جميل ازاي، الكيلو ب25 جنيه، جبت نص كيلو. وجبت نص كيلو قمح الكيلو ب10 جنيه، جبت نص كيلو قمح ب5 جنيه، جبت ربع وربع. وجبت الفاصوليا البيضة برضك جبت ربعين، جبت نص ونص، الكيلو هناك ب18 جنيه، جبت ربعين نص اهو، الكيلو ب18 جنيه. وجبت لوبيا، بصوا اللوبيا بلدي ما شاء الله عليها ازاي، الكيلو ب22 جنيه، جبت نص برضك ربع وربع. وجبت كيلو فول تدميس، وعايزه اقول لكم بقى ان انا بدمس الفول في البيت، وهوريكم بقى ازاي بدمسه في البيت وما بياخدش يعني وقت كتير وبيطلع عامل زي الزبده. ده كيلو ب14 جنيه. وجبت نص كيلو عدس اصفر الكيلو ب13 جنيه، جبت نص كيلو ب6 جنيه ونص. وعايزه اقول لكم ان انا جبت من هناك رز، بصوا الرز اهو ب7 جنيه ونص، بصوا حلو مش وحش يعني اهو، بصوا الرز انا قلت اوريه لكم، بصوا مش وحش خالص والله. جبت 5 كيلو من هناك، الكيلو ب7 جنيه ونص. وبعدين لو كنت اقدر اشيل كمان اكتر من كده كنت شيل، بس انا جبت بقى 5 كيلو، وقلت بردك اوريكم الرزايه من قريب اهي، بصوا ما شاء الله عليه حلو والله جميل. احنا هنا عندنا يعني وصل يعني لغايه 14 جنيه. وعايزه اقول لكم كمان ان انا جبت من هناك جبنه قريش، بس طلعت فظيعة فظيعة، بصوا عاملة زي الزبدة بتدوب على طول، بصوا ما شاء الله عليها عاملة زي الزبدة، حلوة جدا. انا جبت كيلو. وعايزة اقول لكم ازاي ان انت تحافظي على الجبنة القريش عندك، ما تعملش ريم وما تعملش اي حاجة. بتجيب الجبنة القريش بتاعتك وبتحطي عليها لبن، شوية لبن وبقيت والباقي مية، يعني لغاية لما تغطي عليها بالميه باللبن، ميه بلبن، وتحطيها عندك في التلاجة، ولو حتى كانت حادقه شويه بتخف الحدقيه وبتمصها. وجبت من هناك زيتون اسود بقى، بس شكله عجبني قوي، بيلمع وجميل، ولما دقته كمان لقيته دلع، لقيته مش حادق، وبعدين الزيتونه ماسكه نفسها، يعني انا لما لقيته كده حلو ومش حادق ولونه كمان حلو، اللون بتاعه حلو. انا جبت الكيلو، الكيلو من هناك ب12 جنيه. وجبت من ده اللي هو الكلاماطه او اسباني، يعني مش عارفه اسمه ايه، الكيلو من هناك ب15 جنيه، جبت نص بس، جبت الكيلو من الاسود ده عجبني قوي لمعته. وجبت من الكلاماطه ده نص، النص ب7 ونص، الكيلو ب15، وده جبت منه كيلو، الكيلو ب12. وعايزه اقول لكم بقى ان انا جبت من هناك ليمون بقى لسه يعني صبح جدا، يعني زيته باين عليه يعني ما شاء الله عليه، بصوا الزيتون الليمون جميل جميل. جبت الكيلو من هناك ب5 جنيه، يا بلاش يعني بصراحه، لما لقيته كده جبته الكيلو ب5 جنيه، ولسه عاملين عصير ليمون بقى، تعالوا اشربوا معانا. وجبت من هناك الصابون ده، من هناك الصابون ده حلو على فكره، انا مجرباه قبل كده، لقيته هناك عاملين عليه عرض حلو، ال4 صابونات ب15 جنيه، يعني حلوة مش غالية، احنا عندنا الواحدة هنا ب6 جنيه وب7 ونص، فلما لقيت الأربعة كده مع بعض ب15 جنيه جبتهم على طول. وجبت كمان بكرتين خيط، الخيط ده جبت كحلي وجبت اسود، الواحدة ب2 جنيه، جبت 2 ب4 جنيه. عايزه اقول لكم كمان ان انا جبت من هناك ملوخيه خضراء فلاحي حلوه جدا، انا ما صدقتش، انا لقيت الحزمه ب75 قرش، ما صدقتش، جبت 4 حزم ب3 جنيه، يا بلاش يعني. وبصوا الحزمه ما شاء الله عليها، بصوا بصوا الحزمه كبيره ازاي، وبصوا صبحه لسه طالعه. وخدت كمان عليهم حزمه النعناع دي. كانت عند الراجل وخدتها منه على
على البتاعية دبلانة كده شوية، بس هطلع منها كام ورقة كده اللي هما الخضر، والباقي هرميه بقى. هي كمان دبلت قوي عشان الحر وجينا في الحر. بس وهفرز بقى معاكم الملوخية عشان تشوفوني بقى انا بحفظها ازاي. يلا، ولو الفيديو بقى بتاعي عجبكم النهارده بتاع المشتريات، يا ريت تعملوا لي لايك وشير وتعملوا مشاركه. اللي ما اشتركش يا جماعه يا ريت يشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم وليكم، وما تنسونيش بقى في التعليقات، ويا ريت تدعموني. يلا، والسلام عليكم.